وعبرت احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية حدود الوطن لتشمل سفارات دولة الكويت في مختلف دول العالم تعبيرا عن أجواء الفرحة والبهجة التي نعيشها بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير. لنتابع هذا التقرير. احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير تخطت الحدود لتعم أرجاء المعمورة من خلال احتفالات السفارات الكويتية في مختلف دول العالم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية احتفلت سفارة دولة الكويت بالعيد الوطني 55 وذكرى التحرير 25 في ظل حضور مميز كان على رأسه سعادة السفير منصور عياد العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. طبعا في البداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير بلال حفظه الله ورعاه، ولي العهد، ولي سمو رئيس مجلس الوزراء، ولي معالي النائب الأول. نهنيهم بمناسبة العيد الوطني 55 والعيد التحرير 25، وأيضا نهنئ شعب الكويت بهذه المناسبة. يعني احنا بعيد عن البلد لكن الأجواء أجواء هني حقيقة أجواء كويتية بامتياز. وفي روما ووسط حفاوة كبيرة في العاصمة الإيطالية احتفلت سفارة دولة الكويت بالأعياد الوطنية في احتفال تخللته عروض فنية وغنائية أحياها فنانون كويتيون. سعيد جدا بهذا التجمع، سعيد جدا بالمشاركة في حفل السفارة الكويتية في روما علشان الكويت وحب الكويت. لو إن شاء الله القطب الشمالي أروح وأقدم وأعرض الفن وأعرض ما عندنا من إمكانيات فنية علشان الدول الأخرى يعرفون أن هناك فن وثقافة. أما في فيينا فكانت الاحتفالية ذات مذاق خاص، حيث تم الاحتفال أيضا بمناسبة مرور 50 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والنمسا. وأثنى ضيوف الحفل على جهود دولة الكويت على صعيد العمل الإنساني الذي تحتل فيه مركز الصدارة على مستوى العالم. نتقدم بالتهنئة إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير بلال الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهد الأمين، وإلى رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية علينا. ونتمنى إن شاء الله من الباري عز وجل يحفظ الكويت لنا من كل مكروه، ويبعد عنه أهل السوء والشر، ويحفظ نعمة الأمن والأمان لبلدنا. أجواء الفرحة والبهجة عمت أرجاء العالم ابتهاجا واحتفالا بأعياد دولة الكويت الوطنية. دامت أفراح الكويت تحت راية قائد المسيرة وربان السفينة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.